راح تعرف المشاريع اللي تقوم بها. مش هذا هو لقاء تنسيقي الأول من نوعه منذ التنسيق. كما قلت أول مرة على أوتوردينا أطلعت وزارة المجلس. وش استعمل الشباب هيئة استشارية لدى السيد رئيس الجمهورية، تم تأسيسها منذ سنتين تقريبا، تنصيبها في 20 جوان 2022. طبعا هي تعنى بتقديم الاراء والمقترحات والتوصيات في مختلف المجالات. خلال هذا التقديم البسيط يفهم الجميع اراده، وهذا شيء مشجع في نفس الوقت بحول الله تعالى، لاننا انا قطاع استراتيجي. انا كنت نقول للسيده الوزيره دائما لما نلتقيها نقولها اذا كانت يعني اذا كانت القطاعات السياديه تنتقل وتتنوع من قطاع الى قطاع، فانا اعتبره قطاع سيادي كيف لا. والدولة الجزائرية اليوم ترتكز إلى هذا القطاع باش يصنع نقلة نوعية في حياة الناس، الرقمنة التي تحدث الشفافية والتي تسهل وتبسط الإجراءات والتي تقضي على البيروقراطية إلى غير ذلك من النتائج العملية التي يمكن أن نلمسها. وصحيح نرى بعض الجهود في بلدنا الحبيب يعني في اتجاه تعزيز هذا المفهوم. المؤسسة وهيكلة في المجلس سواء في الجانب الإداري سواء في الجانب المس المهمة لم تكن سهلة وما زالت متواصلة فيها، واللي كان أنتج المشهد القيادي لبلورة الآراء والأفكار والمقترحات اللي نرفعها للسيد رئيس الجمهورية التي يمكن أن تزودنا بالمعطيات الصحيحة ودقيقة. والجهة شق ثاني كبير بها في اتجاه أنك تؤدي المهمة تاعك تحتاج إلى هذه المؤسسة وإلى مخرجات هذه المؤسسة. الإحصائيات وعندنا من المديريه العامه للرقمنه مجتمع شبابي. تبقى الجانب ولا الجوانب اللي حكينا عليها، مثلا كيما التحسيس، هذا المختلف الادارات ولا اللي رانا قاعدين نقولوا ان كاين بيروقراطيه في الادارات، ولا ربما بالممارسه وبالتحسيس راح ينقضوا على هذه الممارسات. لانه انا اعتقد انه الاداره الجزائريه رايحه للرقمنه كهدف اوبجيكتيف.